ايه ده مزراحي؟ انت دافن الجمبري جوه الرز؟ وطي صوتك مستر ناجي وكل بسرعه الله يخليك. مش ده يوسف كارمي بتاع الشباك اللي واقف مع رفي؟ ايوه. هو الامن العام بيحقق في القهوه الايام دي؟ لا، اصل مستر يوسف كارمي ده يبقى قريب ايليت مرات رفي. عشان كده انا بدور على الجمبري مش لاقي. اوعى اكون كلته وانت بتشويه. انا ماليش دعوه، انا ما كنتش اعرف هو طلب رز حط فيه الجمبري من غير انا ما اشوفه. لو سمحت هو احراي. لا ما هفهم حضرتك، اصل انا كنت طالب سمكه بوري كبيره، فالسمكه البوري كانت واكله جمبري فلقيت فيها الجمبري ده. الراجل معذور هيعمل ايه يعني؟ هيمنع السمك من اكل الجمبري؟ مش ممكن يعني. وبعدين ده راجل متدين.